بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، كما هي العادة نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. سؤال: عم يقول رجل زنى بامرأة ثم تاب إلى الله، بعد ذلك تزوج الولد هذه المرأة بدون علم الأب، فما حكم ذلك على الولد؟ هل هو جائز بحكم الشرع أم لا؟ لا، هو الحل الوحيد هذا اللي فعله هذا الشاب، يعني بعد ما ارتكب هذه الفاحشة أراد أن يصوب هذا الأمر وأن يصلحه، فتزوج هذه المرأة ولو أنه بدون علم الأب، لكن الأمر في ضرورة وفي حل لمشكلة، فهذا هو الحل الوحيد والله أعلم. أنا افطرت يوم برمضان، بقدر أقضي يوم بعرفة؟ هلا فيك تقضي يوم بعرفة، يعني هو سؤالك أنه تصوم هذا اليوم قضاء وتنوي معه صيام يوم عرفة، بتأخذ الأجر والثواب، وهذا التشريك عند الشافعية وارد. الوالد توفي من سنة تقريبا، ونحن عملنا حصر إرث شرعي، نحن 4 بنات وذكر 1 ومرت أبي فقط لا غير. هلأ نحن بدنا ننقل الملكية من اسم الوالد للورثة. السؤال: أجرة نقل الملكية من رسوم وأجرة معاقب معاملات، هل تقسم قسمة شرعية أو تقسم بالتساوي بين الورثة؟ لا، تقسم حسب بالتساوي بين الورثة، تقسم بالتساوي بين الورثة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله كل عام بخير يا رب، ينعاد عليك الصحة والسلامة جميع إن شاء الله جميع. يا أهلا وسهلا. بدي أسألك شيخنا، والله أنا صمت من الأوائل 10 من الشهر هذا، صمت مبارح، قالوا لي إن دك صوميهم كلهم 9 أيام، باخد ثواب فيهم ولا لازم بس صوم يوم عرفة واثنين وخميس؟ هلا ورد في الحديث: ما من عمل صالح أحب إلى الله من صيامي أو من 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بماله وولده ويرجع بغير ذلك. فيعني أنه العمل الصالح، نبي قال جنس العمل، والصيام من أفضل الأعمال. هلا يجب تصوميهم كلهم؟ لا، لو صمتي متقطعين 2 وخميس، يوم ايه يوم لا، الافضل تصوميهم كلهم، هذا احسن طبعا، لكن الامر بيرجع للراحة والاستطاعة والاستعداد لذلك. لكن نحرص على صيام عرفة لانه يكفر يوما قبله، سنة قبله وسنة بعده كما ورد في الحديث. في سؤال ثاني؟ تفضلي. بلا سؤال تاني شيخي بدي اسألك، هلا في عندي ابني بحب وحدة، حرام الحب؟ ما سمعته والله السؤال. بحب وحدة حرام الحب؟ ابني. ابنك بحب وحدة، هيك السؤال؟ ايه. تمام، عم تسألي عن الحب هل هو حرام ولا حلال؟ هلا الحب انفعال، يعني شيء يغلب الانسان ويغلبه على نفسه، ما بيملكه الانسان. هلا الحب بما انه انفعال كحب ليس حراما، لكن ما يوصل إلى هذا الحب هون الحرمة أو عدم الحرمة. هلا إذا كان الطريق الموصل إلى هذا الحب هو مباح، بيصير الحب مباح وحلال، وإذا كان الطريق اللي أوصل لهذا الحب حرام، بيصير الحب حرام. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كانت له جارية وكان يملكها، ثم من حبه لها أعتقها، أراد أن يتزوجها، منعه سيدنا عمر والده من الزواج بها، فكان يعني لما تزوجت غيره وولدت يقرب أولادها ويضمهم إليه حبا بها. هذا الحب يملك الإنسان، لكن سببه زواج، سببه حلال، سببه خطبة ما تمت، كل هذا الأمر مباح.
أما إذا كان المؤدي إلى هذا الحب هو محرم بيكون حرام. ناخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. الجمعة مباركة شيخنا، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. وأنتم بخير يا أهلا وسهلا. الشيخنا بيسألك، يوم بيحكم يوم العرفة يوم الجمعة. نعم. الوقوف بعرفة، هل صيام يوم الجمعة لحاله ولا لازم نصوم يوم قبله؟ ولا بيجوز بس نصوم يوم الجمعة؟ هلا يوم الجمعة ورد إنه يكره إفراده بالصيام، لكن كونه وقع يوم الجمعة مصادفة هو يوم عرفة، ويوم عرفة ورد فيها حديث بصيامها بخصوص صيامها، فلا يكره صيام يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة. وإن شاء الله الله هيك بيشملنا بدعاء الحجيج في ذاك اليوم يا رب. شيخنا سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. ابني كفلان أيتام، بيدفع مبلغ كل شهر، يعني مبلغ محدد بيدفع لهم كل شهر، هل الكفالة هيك مقبولة ولا لازم يتكفل فيهم بكل شيء؟ لا، الكفالة إلى أنواع، هذا اللي عم يعمله ابنك نوع من أنواع الكفالات، وبالعكس بياخذ الأجر والثواب كامل إن شاء الله. في سؤال؟ أيوة. غيره؟ شيخنا سؤال ثاني، شو قصد رب العالمين بقول الفجر والليالي العشر؟ هل هن هدول الليالي العشر هدول؟ الآية الكريمة والفجر وليالي عشر، طبعا جمهور المفسرين على أنها عشر ذي الحجة الذي نحن فيه، والله أقسم بها ولا يقسم ربنا إلا بمعظم، فلعظم شأنها أقسم الله بها، وهذا يدعونا إلى المبادرة إلى العمل الطيب والصالح فيها. نأخذ اتصال. ألو. صباح الخير. صباح النور يا أهلا وسهلا. لو سمحت شيخنا، ممكن من فضلك شرح طريقة الغسل من الجنابة، شرعية الغسل من الجنابة، وهل بعد الغسل يستوجب الوضوء، ووضوءنا بالحمام بعراد هو صح ولا غلط؟ تمام. هلا إذا واحد في سؤال غيره؟ لا شكرا. لا شكرا. هلا إذا واحد بالحمام عم يتوضا هو عاري ما في أي إشكال أبدا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو إنه واحد اغتسل من الجنابة بيدخل فيه الوضوء، يعني هل يحتاج إلى وضوء مرة ثانية؟ لا يحتاج، مجرد الغسل هو رفع للحدث الأكبر وبيدخل ضمن الحدث الأصغر. السؤال الثالث، كيفية الغسل من الجنابة. هلا لو أنه الإنسان يعني قعد تحت الدوش والدوش كله يعتبر مغتسل من الجنابة، لو أنه سبح بالبحر بالشك وطلع يعتبر مغتسل من الجنابة. هلا لو عم يغتسل على جرن واراد انه طريقة السنة في ذلك، اول شيء بيغسل عورته، هي اهم قضية، بعدين بيغسل رأسه، جنبه الايمن، جنبه الايسر، بعدين بيفيض الماء على جسمه كله، وهكذا بيكون حصل السنة. طيب لو الانسان بدأ بشمال بدل اليمين شلون ما عمل الغسل بصح، ما في اشكال، لكن اللي ذكرته انا هو السنة. لو انه انسان تحت الدوش كما ذكرت فهو الغسل صحيح، ما في أي إشكال أبدا. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. بدي أسألك سؤال، أنا بنتي لجاية عريس سرات البلد هو. طيب. ألو. معك. إيه شيخ. بقى هو بده يقرأ الفاتحة ويلبسها يعني، بس هو ما له موجود، كيف إذا تكون قراية الفاتحة؟ ضروري يكون في شيخ موجود ولا كيف؟ هلا ما في شيء اسمه فاتحة عنا، الفاتحة يعني خطبة، ما اسمه عقد. أيوه. العقد انه يعني شيخ انا بدي اشوف يعني. ابوه موجود هون؟ لا مو موجود حدا هون، مشكلة انه بيوكل يعني اي حدا بيوكله، ولو وكل عمها للبنت، ولو وكل أخوها، ولو مين ما كان بيوكل حدا عنه أنه يزوجه هالبنت، وهو بيقول زوجتك من موكلتي فلاني، لكن زوجتك من موكلتي فلاني، لكن أنا بنصح تحطوا العصمة بإيد البنت لحين تثبيت العقد بالمحكمة، لأنه هو ببلاد بعيدة ما له موجود، ما له حدا، لو اختلفت لا سمح الله
وصار خلاف بينكم وهو سكر جواله كما حدث للكثيرين، كيف بده يتم التواصل؟ كيف بده كذا؟ بتضل البنت معلقة، فخلوا العصمة بإيده لحين تثبيت العقد بالمحكمة. في سؤال تاني؟ شيخ بس بدي أسألك إنه لازم يكون في شيخ بالموضوع؟ لا 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 لا، ما بده شيخ، اثنين يتبادلوا الألفاظ وشهود بس يعرفوا شو بدهم يقولوا. يعني طالما في وكالة هون في خربطة، يعني مثلا لو وكل واحد وقال له وكلتك تعقد العقد عني، فداك بدل ما يقول له زوج ابنتك لموكلي فلان، تمام، قال له زوجني ابنتك، قال له قبلته، بيقع الزواج له معت للموكل، يعني القصة بصير فيها مشكلة. فبده يعرف شو بده يحكي، طالما في وكالة وفي كذا بده تكون الألفاظ دقيقة. ناخذ اتصال. ألو، أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. شيخي بدي أسألك سؤالي. ايه تفضلي. شيخي أنا كل سنة بصوم العاشورة. نعم. بس السنة هي مرضت، كل سنة بصوم العشر أيام ده الحج. تمام. ايه بس السنة مرضت وبقى بصير بس أطيب أكفي صيام إلا خلص ما عاد فيني أصوم. لا أكفي صيام لا، إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا واحد نوى شيء وما استطاع يعمله، منعه المرض مثلا، العذر الشرعي إلى آخره، بياخذ الأجر موفور، لأنه النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص العذر الشرعي، خلاص المرض، شو ما لحقتي صومي، وبالعكس بتاخذي الأجر موفور وكامل إن شاء الله. ناخذ السؤال الثاني. تفضلي تفضلي. فيه الواحد يذكر أثناء الدورة الشهرية إنه بذكر صلي على النبي. الذكر أثناء الدورة الشهرية جائز، الذكر جائز، لكن قراءة القرآن لا تجوز. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ جمعة مبارك عليك وعلينا على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. تفضل. عندي سؤالين سيدنا. عندي سؤال الاول، صهري توفى من شي 20 يوم، تمام شيخنا؟ نعم. توفى من شي 20 يوم، بس اختي ما كانت شيء بعد شي 4 ايام. اي يعني هي بس 4 ايام التزمت بالعده، مو هيك؟ لا لا، ما كم شتاء يعني العدة، بعد ما مات بأربعة أيام، عندها شوية ظروفية، بعد ما مات بأربعة أيام فاتت بالعدة. نعم. والسؤال الثاني في بنت أختي، أنا مهندسة كمبيوتر، هي عم تصرف على يعني على أمها، عشان جوزها عم يقول لها ما بيجوز تصرفي على أمي قبل ما تستأذنيني لي. تمام. اي يعني قال لها، بس هي مهندسه يعني من المصريات الخاصه مو من مصريات جوزها، قال لها ما بيجوز تصرفي عليها على امك. هلا سؤالك الاول شو هو كان؟ شو سؤالك الاول؟ نعم، سؤالك الاول عن العده. ما كمشت. اي حجاوبك بقى. ما كمشت العده بعد اربع ايام، كان عندها شويه. تمام. هلا مجرد ايام كمشت العده. لا سمعت السؤال، بس بتمنى تسمعني انت. مجرد توفى الزوج العدة مثل فورا تبدأ، سواء المرأة التزمت بالأحكام أو لم تلتزم. هلأ شو الفرق؟ الفرق اللي بتلتزم تأخذ أجر وثواب، اللي ما بتلتزم ترتكب إثم. يعني هلأ تقول واحدة أنا ما بدي أمسك له عدة، هو ما له علاقة، هذا حق الله مو حق العبد. فعمليا إذا ما التزمت بأحكام العدة تأثم. طيب هي والله تابت إلى الله وكان ماضي من العدة، خلينا نقول وفاة ماضي شهرين، بقي شهرين وعشرة أيام، بتكمل شهرين وعشرة أيام لتستغفر من الله وتتوب على ما مضى. هلأ لو مضت العدة وقالت أنا والله تبت إلى الله بدي أرجع التزم بالعدة، لا مشي الحال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إنه أختك مهندسة وإلها جراية، بمعنى إلى وظيفة، إلى مال معين بتكتسبه، وهذا الكسب لها، يعني هي مو أخذته من زوجها، هو نتيجة عملها وكسبها حصلت هالمال، بجوز تنفق منه على أمها،
بجوز تنفق على أمها لأنه هي مالكة للمال. لو عم تسرق من زوجها منقول حرام، فزوجها ما بجوز إلا أنه حرام تصرفي على أمك، لا هي حرة تتصرف بمالها كيف تشاء ولو كانت متزوجة، وما بدها إذن الزوج. إذن الزوج لما بتأخذ من ماله، أما لما بتتنفق من مالها لا تحتاج إلى إذن الزوج. بالعكس الإنفاق على الأم هو بر وهو رضا وهو إن شاء الله فتح من الله سبحانه وتعالى. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بس لو سمحت بدي أسألك، إنه أنا يعني الحمد لله رب العالمين عاطيني الصحة والعافية، بس إنه بدي إنه فيني صلي قيام الليل، إنه يعني عن الكسل بدي صليه على الكرسي، رب العالمين بيتقبل لي؟ على الكرسي؟ إيه. طبعا إنه أنت ما في مرض، مو هيك السؤال؟ لا الحمد لله. هلا النافلة يصح للإنسان أن يصلي فيها قائما وقاعدا، لكن القاعد إذا كان يستطيع القيام له نصف أجر القائم. يعني أنا ما فيني شيء، قادر وقف، أما تحبيت صلي النافلة على القاعد باخذ نصف أجر القائم، بس طبعا بدك تركعي وتسجديها. لا بس سؤال ثاني. تفضلي. هلا الاحتفال مثلا انه انا نجحت احتفل او صار عيد ميلادي، حرام او حلال؟ عيد ميلاد اي او نجاح، يعني يعني عملته هيك نجحتي، عملته جمعه وكذا، ما فيها شيء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني نجاح وفرحه وكذا، ما في اي اشكال ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. ألو. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. الله يسعد صباحك شيخ. صباحكم مبارك. الله يبارك بعمرك. شيخ أنا بدي أسألك سؤالين، الله يوفقك وبتجاوبني فيهم على التليفون لأنه مقطوع الكهرباء عندي. طيب تفضلي. شيخ أنا خالي توفى من فترة، بس عنده شابين متوفين قبل ما يتوفى هو. هلا هو قانون شرعا ما بيرثوا نسوانه، قانونا بيرثوا، قانونا هن حياتهم المادية أحسن من أولادهم الصفيانين، يعني عنده ولد منهم ما معه، يعني يا دوب عم يقدر يأكل، فبهالحالة بيرثوا كمان. إنه أنتوا قانونا أنتوا إذا اللي ما معه مصاري، يعني هن قانونا بالشرع ما بيرثوا. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الأغراض تبعات الأهل أمهم وأبوهم وزعوهم، بدهم يوزعوهم، الكناين بيرخضوا منهم مثلا مال إغراض برادات، يعني هذا الإرث عم تحكي على الإرث أنت؟ إيه تمام. يعني بيرثوا كلهم ولا بس اللي عايشين الكناين ما بيرثوا؟ تمام. هلا على رأسي، أهلا وسهلا. سألتي سؤالين. السؤال الأول، ولد توفى قبل أبوه، أولاده بيرثوا من جدهم، هيك السؤال حسب ما وردني مني. قانون الأحوال الشخصية بيورث، لما منقول قانون شرعي، يعني قانون الأحوال الشخصية، فبيرثوا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنه الكنة بترث. هلأ الكنة ما بترث، يعني دائما لما في أغراض بالبيت توزع على الورثة حسب حصتهم، حسب الأسهم تبعهم، فالكنة ما لها سهم وهي غير وارثة فما بتاخد شيء. أما أولادها إذا وارثين بياخدوا، زوجها إذا وارث بياخد، إذا موجود يعني ماله متوفي بياخد، أما الكنة تاخد هي لوحدها ما بجوز إلا إذا أذن الورثة. يعني في بناتها مثلا وكنتها وماتت الأم والبنات أذنوا للكنة ياخذوا بجوز، أما ما أذنوا لا، ما لا، هذا إرث، والإرث يوزع حسب القسمة الشرعية التي قسمها الله، وغير الوارث لا يأخذ إلا بإذن الورثة.
وأنا بدي نبه بس يعني إنه إحنا الحلقة تبث مباشر على الفيسبوك اللي ما عنده كهرباء، وفي تواصل معنا أيضا من خلال الأسئلة على الفيسبوك. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي سؤال، عندي سؤال بس شيخنا. ايه تفضلي. عندي قطعتين ذهب ومبلغ من المال، كان كنت ادفع عليهم يعني زكاة، طبعا يعني ادفع لناس معينين زكاة عليهم. فهلأ من سنتين توفى زوجي الله يرحمه، وعندي ولادي انا عم بصرف عليهم. هذا الزكاة بدي ضل شيخي ادفعه لبرا لما بجوز ادفعه على ولادي؟ هلا الام لا يجب عليها ان تنفق على الاولاد، لذلك قالوا تعطي الزكاة لولدي. هذا عند الشافعية طبعا، مو عند الحنفي، مو كل الفقهاء وافقوا على ذلك. اذا كان في غنية الافضل انه نخلي الزكاة للخارج، ما يعني الوضع ضيق والوضع صعب وهن الاب متوفي وهن ايتام، لا بتعطيهم على هالقول من الزكاة. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم، وقبل أن أتلقى الاتصالات أجيب على بعض الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. سؤال: أنا عندي عظمة بارزة بأنفي بسبب طرقة، واليوم كنت عند الدكتور وحكالي أنه في كسر، بدي أعمل عملية تجميل بس بدي أتأكد إذا حرام ولا لا. لا مو حرام، طالما في كسر وفي يعني عظمة بارزة فبيجوز انه تكون في عملية تجميل. هل يوجد تحريم او كراهة في عقد القران بين عيد الفطر وعيد الاضحى؟ لا، هذا وكل ما يشاع حول هذا الكلام فهو خطأ وغير صحيح. لكن شو القصة؟ القصة هي اللي بيجوز من هون الناس تشوشوا. اذا واحد محرم بالحج ما بينعقد حجه، إذا واحد محرم بالحج ما بينعقد عقده وهو محرم. هذا عند الشافعية. أما عند الحنفية بينعقد مع الإثم، يحرم يعني. هذا مين؟ الحجي، يعني الحجي المحرم هو لا بينعقد عقده أو بينعقد مع الحرمة، لكن غير الحاج فبالعكس في بركة في هالأوقات، يعني لو عقد في بركة الأيام الفضيلة. ما حكم عقد القران في يوم عرفة؟ ذكرت إذا كان ماله حجي مسنون، مو مسنون يعني هو أمر مباح ولكن فيه بركة، إذا قصد بركة هذا اليوم يأخذه في هذا العقد. بتلقى اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا استاذ. ذاك اليوم عم بقرا باحد هيك المجلات بموضوع ايفاء، بموضوع شو؟ ايفاء الدين عن المتوفى. نعم. عم يبحث بالبحث انه ورثه الميت لا يلزم، ورثه الميت لا يلزمون بايفاء دينه الا من ماله. يعني حتى عم يقول انه اولاد الميت، ابن الميت، إذا الميت لا يملك مال، لا يملك عقار، ما عنده شيء، لا يجبر ابنه على إيفاء دين والده. استدل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل عليه من دين؟ قال أحد الصحابة يعني دينه علي. فعم يعلل أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من ورثته أن يوفوا دينه. يعني أليس الغنم بمقدار الغنم وهكذا؟ يعني أرجو أن توضح لي هذا الموضوع. لا، هي المسألة مسألة إلى شقين، شق فقهي وشق أخلاقي. الشق الفقهي اللي أنت ذكرته، والد توفى وعليه ديون وما عنده مال، هل يلزم الأولاد بالوفاء؟ لا يلزمون. طيب هلا الأولاد عندهم مال، من الجانب الأخلاقي يعني عيب ينحكى بالموضوع. هي من الناحية الأخلاقية وليست من الناحية الفقهية. الناحية الفقهية في إلزام من القاضي، يصير أنه يلزمهم بالوفاء.
لذلك نقول لا يجب عليهم الوفاء، بمعنى أن القاضي لا يلزمهم. لكن هل من البر أنه واحد والده الآن مرتهن بدينه في دار الآخرة وهو يستطيع الوفاء ولا يوفي هذا الدين، وهو يعلم أن والده مرتهن بهذا؟ هذا ليس من البر وليس من الخلق. ويتأكد تمام اللي بيعمل هيك ويبحث عن الأحكام الفقهية بهالطريقة أنه أولاده بدهم يعملوا معه هيك. هلأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا له أب ولا له كذا، لما يجي واحد وعليه دين ويسأل عليه دين ويقولوا في دين وما عنده استطاعة يوفي دينه، النبي يقول فإلي وعلي، يعني خلص أنا بوفي له دينه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيكون ليس قريبا لهذا الميت وليس أبا له وليس ابنا وليس أخا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يهون عليه، يقول فإلي وعلي. اللي بيترك مال يقول له ولورثته، واللي بيترك دين وما في مين يقضي له فإلي وعلي. فهذا ليس من الخلق وليس من البر وليس من الآداب ولا يرضى الله عنه، لكن هذا جانب خلقي وليس بجانب فقهي، بمعنى أنه لا يلزم من قبل القاضي بوفاء الدين عن والدي. ناخذ اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا دكتور. الله يخليك. أنا عندي الوالد والوالدة بصرف عليهم مصروف شهري، هذا المصروف الشهري أنا مجبور فيه لأنه والدي ووالدتي، بس عملت لها للوالدة عدة عمليات جراحية وكلفتني تكاليف كبيرة كتير، فطلبت من الوالد أنه يسجل لي هالعمليات، مصروف العمليات اللي عملتهم للوالدة، أنه بعد عمر طويل أنه في حال تم توزيع ورثة أخذ هدول من رأس العرمة بعدين تتوزع الورثة. هل هذا الشيء صحيح أم غلط؟ هلا إذا وافق صحيح، وإذا مو وافق هو واجبك، يعني شرف لك أنك تقوم بخدمة أبويك أو أمك أو أبوك. إذا وافق الوالد يجوز، وإذا ما وافق ما لك حق، أنت عملت واجبك. هو الوالد وافق بس هو شغلة تانية، أنه أنا إلي أخ وأخت، هدول كانوا يعني أنا اللي تكفلت بالعمليات لوحدي، ما حدا ساعدني فيهم يعني بالمصاريف هاي العمليات الجراحية. هلا عدا المصروف الشخصي أنا صار لي 20 سنة بصرف عليهم لحالي، يعني عرفت شلون، ما حدا بيساعدني بهالموضوع. أنا ذكرت إذا الوالد وافق بجوز، ما وافق أنت عملت واجبك، يعني اللي عم تعمله هو واجبك، وهذا الواجب يعني دين ووفا. ونحن يعني اللي له أب له ابن، والابن بده يكون مثل أبوه، بتكون أنت بار ولدك سيكون بارا بك، بتكون عكس ذلك عكس ذلك. فإن شاء الله بما أنه أنت يعني قمت بخدمتهم إن شاء الله بدك تضل مدلل طول عمرك. في سؤال غيره؟ آخر شغلة يعني بإذن الله إذا الوالد وافق وسجل لي هون، أنا بكون هون مالي مرتكب أي اسم دكتور؟ لا، إذا بموافقته ما تكون ألزمته إلزام بس أو أحرجته لا أحراج. مو إلزام، موافقته الشخصية وبدون أي إلزام. أي بجوز إن شاء الله ما في إثم. يعطيك ألف عافية، شكرا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو. الو. اذن ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، اعود للاسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ارجع لاتصالاتكم. هل على الاخ المتزوج اسم بخروج اخته متبرجة ولباسها لا يليق بالحجاب؟ لا، غير مسؤول، كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، خاصة عم تقول أنها مطلقة وتعيش مع ولدها بنفس البيت، فهي مسؤولة عن نفسها وأنت لست مسؤول عنها. هل يجوز للمرأة أن تصلي إمام بأولادها؟ إذا كان أولادها ذكور لا ما بيجوز تصلي فيهم، لكن إذا أولادها إناث يجوز عن على كراهة في ذلك عند البعض. أنا اضطريت أحلف يمين للإصلاح بين الزوجين وكانت المشكلة تؤدي للطلاق، شو كفارته؟ هلأ إذا حلفت يمين كذب لا ما بيجوز ولو كان للإصلاح، لأنه هذا اليمين غموس،
لكن لو كذبت كذب بدون يمين جائز، أما أنه تحلف لا، شو كفارته؟ بدك تستغفر الله وتتوب، وإن شاء الله الله بيتوب علينا وعليك يا رب. باخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل عن الفدو، إذا في مجال شلون يعني لازم يتوزع، في مجال يأكل منه صاحبه أو لا؟ بتقصدي فدو ولا أضحية؟ على إذا الفدو في مجال يكون مع الأضحية ولا ما لازم كمان يكون مع الأضحية؟ هلأ الفدو شيء والأضحية شيء آخر. هلأ البعض مثل الشافعية قواعدهم أجازت ذلك، إنه الواحد إنه اثنين سوا. هلأ بما إنه ما له ندر بيجوز يأكل منه ويوزع. طيب كيف الأفضل؟ الأفضل كله للفقراء إذا فدو. طيب إذا حب يأكل منه بجوز، حب يدخر بجوز، لكن الأفضل أن يوزع بشكل كامل. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الله يسلمك يا رب طول بعمره. شيخي أنا أخوي حلف يمين على مرته بالطلاق، يعني قال لها أنت طالقة بالثلاثة إذا أنا بدخل أي شغلة على بيته. يعني صار هيك مناقشات بيني وبين أخي، وأنا أنه مشان شغل وما شغل يعني قام حلف على مرته أنه ما بصير أنا أدخل شيء على بيته. وأنا بيعرف أنه أولاده يعني عندي إياهم بالدنيا، كون أنه أنا ما عندي أولاد يعني. السؤال الأول، سؤال الثاني. السؤال الأول، خليني بالأول، خليني بالأول حجة. أيه في طلقات قبل هو؟ ما بعرف. بدنا نعرف لحتى نعرف يعني نجاوب. طيب سؤالك الثاني. في طلقة قبلها بس إنه مرته ما يعني ما بتخالف، إنه بحلف عليها بس إنه هي ما بتطلع مثلاً لا تروح إلى عند أهلي. المهم وقع طلقة قبل وهي الطلقة. اي ما بتكسر يمينه هي. تمام، بقصد انا في شيء طلقه واقعه قبل؟ لا 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 شيخي ما. تمام، هلا هي الطلقه خليني اجاوبك عليها وباخذ السؤال الثاني منك. قال انت قال زوجتي طالق بالثلاثه اذا انت دخلتي شيء على البيت. هلا اذا دخلتي على البيت بتقع طلقه واحده لانه بمجلس واحد، وهي اسمها طلقه رجعيه، بحق له يرجعها لانه ما في طلقات قبل مثل ما قلتي، فبينتهي الموضوع يعني بتنتهي المشكلة. انت بتدخلي الأغراض بتقع الطلقة، بيراجع زوجته، هي الطلقة الأولى، وهيك بينتهي الموضوع. السؤال الثاني شيخي، يعني أنا هلأ إذا مثلا حبيت أنه أبعث لهم أكلة أو شغلة، يعني بعت وراء ابن أخوي ما أنا دخلتها بصير؟ هلأ هو حسب نيته، نيته ما يدخل شيء منك للبيت بيقع، قصده انه ما انت تفوتيهم بايدك وتفوتي. ايوه يعني أيوة. حسب نيته بقى هو. ايه نيته انه انا ما ادخل شيء على البيت. اما اذا واحد اخده منك، هلا احسن شيء بيجي ابنه لعندك بتهبيه هبه للابن، انت ما بتقولي له فوتهم على البيت، بتقولي له هي هديه مني لك للابن. هلا الابن اذا فوتهم ما بيقع الطلاق، لانه مو انت اللي دخلتيهم عمليا، وهن صار مثل الابن ملك له، هو اللي دخلون ما عاد ملك لك. يعني بتهدي الابن لما بيجي لعندك، هو بفوتون على البيت لعند ابوه بيمشي الحال. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. الو مرحبا شيخي. يا هلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. انتم بخير يا هلا شيخي. هلا اخي كان مريض وصهري اشترى قبر باسمه، ايه والقبر واخي توفى ودفنوه فيه، بس هلا صاري قال بده حق القبر على الجديد، يعني على السعر الجديد مو على السعر القديم. هاد بجوز هالشي مصالحة تكاليف المشفى، وتكاليف المشفى قال بده اياهم كمان على السعر الجديد، بجوز هالشي شيخي؟ مصالحة بينكم وبينه، مصالحة يعني لا من دفعه على القديم ولا على الجديد، يعني بتتصالحوا وبتتوافقوا على رقم، والله يجزي الخير، هو عمل معروف يعني كمان كتر ألف خيره، لكن مصالحة. ناخذ اتصال. ألو. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، قبل أن ننهي هذه الحلقة لابد أن نذكر كما بدأنا في أولها أن هذه الأيام هي أيام مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال والعشر والفجر وليال عشر،
أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بمعظم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بماله وولده فلا يعود من ذلك بشيء. أي أن هذه الأعمال أعمال مباركة في هذه الأيام، أعمال يتضاعف فيها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأشياء هو الصوم، ثم قيام الليل، أن يقوم ليالي هذه العشر فيقرأ القرآن فيها ويصلي تلك الركعات، والصيام والصدقة، وهذا شيء يعني محمود في هذه الأيام. دائما لما بيسأل الإنسان عن أحسن عمل بده يعمله بيشوف الوقت وحاجة الوقت. فاليوم الناس في حاجة، في ضيق، أفضل شيء إنه الإنسان يتصدق بعد الصوم والقراءة، يتصدق في سبيل الله. أيضا تسن الأضحية، الأضحية ومن قدمها في عشر ذي الحجة بيمسك، من السنة أن يمسك عن قص الشعر وقص الظفر وهو مسنون ولا يجب، إنما الأضحية هي من السنن العظيمة الكبيرة التي قال الحنفية بوجوبها على من يملك النصاب، لأن الأضحية فيها نوع من الفدو، فيها نوع من إذهاب الهموم والغموم عن أهل البيت، فيها إذهاب الحسد، فيها إذهاب العين، فيها الخير الكبير الذي لا يعلمه الإنسان. بهذه الأعمال الطيبة الخيرة الكثيرة نقدم على الله سبحانه وتعالى في العشر الأخير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمحو سيئاتنا. ونذكر بأهم عمل وهو صيام يوم عرفة، لأنه يكفر سنة قبلها وسنة بعدها، يعني صيام يوم واحد بكفر سنة فائتة وسنة قادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عرفات، وأن يجعلنا من أولئك الذين قبلهم في هذا العام وفي كل عام. أترككم بعون الله ورعايته، على أن أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.